بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنبدا هنعمل برايمري امبريشن فور لور ارش. اخترنا لكم النهارده ماده الامبريشن كومباوند عشان خاطر نتدرب عليها ونشوف ازاي بنعملها مانيبيوليشن وازاي ان احنا بنقدر نحصل على الامبريشن باستخدامها. طبعا زي ما قلنا المره اللي فاتت في المجزره الامبريشن، هنا برضو بنعمل سيلكشن للستوك تري زي ما احنا شايفين، وهنعمل لها ادجستمنت برضو از وي سي بيفور. هنبدا نعمل لها تراي ان امبيشنت ماوس، وهنبدا ان احنا نتست التراي بالمنظر ده ونشوف اي اوفر اكستنشن موجود. هنبدا ان احنا نعمل له موديفيكيشن او ادجستمنت باي كاتنج التراي فلانجز، بحيث ان احنا نظبط. برضو لو لقينا انترفيرنس من الهاندل مع الليب موفمنت برضو نعمل لها بيندنج باستخدام البلاير. دلوقتي احنا هنبدا نعمل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في الادجستمنت، هنشيل كل الاوفر اكستندد ارياس. بالفعل احنا هنا اختصارا دلوقتي شلناها زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، شلنا الاوفر اكستندد اريا من موجوده هنا من ناحيه الفلور اوف ذا ماوس انتيريور اريا اوف لينجوال فلانج هنا، وهنعمل برضو موديفيكيشن للانجل بتاعه الهاندل زي ما احنا شايفين. هنبدا الاول ان احنا نرفعها ابرايت عشان تو باي باس اللاب ديورنج البوردر مولدنج موفمنت، وبعدين بالمنظر ده كده هنبدا نعمل لها بيندنج بحيث انها تبقى اللي شيب بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، بحيث انها اقدر ان انا احرك اللاب بتاعتي بشكل كويس بدون ما تاثر على جوده البوردر مولدنج موفمنت عندي بتاعت اللاب والتشيك ماسلز بتاعتي ديورنج البوردر مولدنج او ديورنج الامبريشن بروسيدجرز. دلوقتي احنا هنجهز الانسترومنتس بتاعتنا والماتيريالز اللي احنا هنحتاجها ديورنج المانيبيوليشن اوف امبريشن كومباوند. بنجهز طبعا الامبريشن بتاعنا، الامبريشن ماتيريال مهم جدا عندنا، وبتبقى عباره عن كيكس بالمنظر ده كده. بتيجي يعني الكيك تقريبا بتكفي 1 ارش، ممكن 1 اند هاف كيك نحتاج، او 1 اند هاف بيس فور ايتش ارش بنحتاجها. بنحتاج عندنا اللي هو الواير الفاير توش بالمنظر دوت، تمام. وممكن عندنا بنحتاج واكس نايف او واكس كارفر زي ما احنا شايفين، والبلاير اللي احنا استخدمناها فور بيندنج اوف ستوك تري، والهارد سيزر اللي احنا استخدمناه في الكاتنج بتاع الاوفر اكستندد. دي كل التولز او كل الانسترومنتس اللي احنا بنحتاجها. بنحتاج يبقى عندنا سورس اوف هوت ووتر زي ما احنا شايفين، بيبقى ممكن الكتريك هيتر بالمنظر ده، ومعانا بيبقى في هوت ووتر بالمنظر ده عشان نبدا نعمل مانيبيوليشن للكومباوند. باستخدام البويلد ووتر هنبدا زي ما حضراتكم شايفين هنا، هنبدا ان احنا نعمل هيتنج للكومباوند. طبعا يفضل ان الجلوفز بتاعي يبقى ويت بحيث ما يحصلش الكومباوند ما يبقاش ستيك للكومباوند بتاعي. ببدا ان انا اوزع الحراره بشكل متساوي لحد ما يحصل كومبليت سوفننج للايه للكومباوند بتاعي. اهو زي ما احنا شايفين بدا يحصل سوفننج. لازم نخلي كومباوند يبقى سو سوفت عشان خاطر يقبل البوردر مولدنج. لو انا بعمل اللور ارش هبدا ان انا اعمله سيبريشن من النص بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بحيث ان هو يبقى ريزمبل اللور ارش، وهبدا ان انا اعمل له ادابتيشن على الستوك تري بتاعتي بهذا المنظر، بحيث ان انا اسيميوليت الارش بتاعي في الشيب كده. وممكن لو في جزء في اكسس او حسيت الكومباوند بتاعي بدا ينشف شويه، ابدا ان انا اشيل الجزء اللي فيه الاكسس بحيث ما يضايقنيش، او الفه على التري من بره بالمنظر اللي احنا شايفينه هنا ده كده، تمام. وابدا ولو حسيت ان الكومباوند بدا يبقى ريجيد مني ابدا ان انا ادخله في الهوت ووتر تاني واطلعه بالمنظر ده وازود الادابتيشن. كل ده لسه اكسترا اوريا، لسه ما دخلتش الامبريشن فم المريض خالص. اخلي عندي الامبريشن زياده شويه، ارسم الفلانجز بشكل انا حافظ اناتومي، ارسم الفلانجز بالمنظر ده بحيث انها تسهل عليا البروسيدجرز بتاعه البوردر مولدنج.
بعد ما وصلت للشكل ده المفروض ان انا هعمل فاينل مارس للكومباوند كده، وهبدأ ادخله بقى بق المريض عشان نعمل البوردر مولدنج بتاعتنا.